الحقيقة من أهم وأكثر القطاعات اللي طبعاً بيصدر عنها انبعاثات الغازات اللي بتسبب طبعاً التغيرات المناخية هي قطاع النقل والمواصلات. عشان كده الدولة عملت عدد كبير من المشروعات المهمة للتحول للنقل المستدام صديق البيئة، واللي كان آخرها طبعاً زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن كايرو بايك، واللي شاهد انطلاقته الرسمية امبارح الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات اللي بتدعمها الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل وتوفير بدائل زي الدراجات. خلينا نعرف أكتر عن المشروع من المهندس محمد سامي، مؤسس مبادرة سكتك خضراء، واللي تعاون مع محافظة القاهرة على مشروع الدراجات التشاركية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الورد، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن كايرو بايك، عايزين نتكلم في البداية عن إيه نقل مستدام؟ يعني إيه نقل صديق البيئة؟ النقل المستدام هي وسائل النقل اللي هي بتبقى تأثيرها إيجابي بدون انبعاثات كربونية. ودي بتتلخص في ثلاث وسائل نقل مستدام، اللي هم الجري أو المشي والدراجات والمركبات الكهربائية. فدي بتبقى انبعاثاتها الكربونية أقل بكتير جدا أو تكاد تكون منعدمة، فتأثيرها إيجابي جدا على البيئة. وكمان بتكون يعني الكربون فوت برينتس بتاعتها او البصمات الكربونيه بتاعتها قليله جدا. فدي بتبقى صديقه للبيئه، بتوفر وقت ومجهود، وكذلك بتحسن الصحه. طيب خلينا نعرف من حضرتك اكتر، نعرف الساده المشاهدين يا فندم عن مشروع كايرو بايك. يعني ازاي ممكن انا دلوقتي عايزه استخدم مثلا الدراجه، ازاي ممكن استخدمها، اعرف الاماكن ازاي، الاشتراكات بتكون عامله ازاي، لو حضرتك تكلمنا عنه بالتفصيل. تمام. مشروع كايرو بايك هو مشروع قومي. المشروع المالك والداعم الاساسي ليه هو محافظه القاهره، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ومعهد سياسة النقل والتنمية ITDB، وشركات المنفذة ليه شركة راسكو. بالنسبة للمشروع هو عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى بتبقى بتتكون من 26 محطة موزعين في منطقة وسط البلد. الحقيقة تم اختيار النقاط بتاعة المحطات عشان تخدم تنقلات الميل الأخير، بمعنى أنه ممكن المستخدم يركب أي وسيلة مواصلات وبعد كده يستخدم للدراجات أنه هو يوصل للواجهة بتاعته، عن طريق أنه هو ممكن يبقى محطات اللي هي محطات النقل العام أو محطات مترو الأنفاق. 26 محطة يعني كل محطة فيهم بتتراوح ما بين 8 من 10 من 10 دراجات لحد 28 دراجة في المحطة الواحدة. بالنسبة للمستخدمين يقدروا يستخدموا عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للمشروع، وهو kairobike.net. يقدر يسجل بياناته في ظرف 48 ساعة أو في خلال 48 ساعة بيوصل له رسالة باستلام الكارت. الكارت ده هو ده أهم حاجة في المنظومة. بيستلم الكارت، وعن طريق هذا الكارت بعد كده يقدر إن هو يستخدم أي دراجة في منظومة كايرو بايك. عظيم جدا. عشان ندعم كلام حضرتك بالصورة، دلوقتي هنروح لتقرير عن مشروع كايرو بايك، واللي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في القاهرة امبارح. ودي فكرته الأساسية زي ما كنا بنتكلم، تشجيع الناس على ركوب الدراجات كوسيلة للمواصلات في العاصمة عشان نقلل استخدام العربيات والمواصلات العامة، فنقلل الزحمة، وكمان نقلل الغازات اللي بتؤدي إلى إحداث تغيرات في المناخ، واللي طبعا عارفين الزحمة وقت الذروة بتكون عاملة إزاي. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. من خلال توجه الدولة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، جاء هذا المشروع كايرو بايك هنا في ميدان التحرير، وتحديداً أمام جراج التحرير، لتنطلق مصر نحو الحفاظ على البيئة، خاصة مع استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. هذا المشروع كايرو بايك المقام هنا في ميدان التحرير في 500 دراجة، مرحلة أولى تصل إلى 250 دراجة، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل أيضا الاستخدام لوسائل النقل الجماعية، وبالتالي نتحدث عن وسائل نقل آمنة للبيئة مثل الدراجات. المشروع طبعا اساسا متقسم لجزئين رئيسيين، جزء بالابلكيشن عن طريق
الموبايل سيرفيس وتخش عليه وتحجز وتاخد العجله وتمشي من خلال الفيزا كارت بتاعه المستخدم. وجزء تاني للافراد اللي هم ما عندهمش فيزا او ما عندهمش سمارت فون، من خلال اللي عاملين لهم احنا سمارت كارت عشان يخاطر يشتغلوا بيه ويعدوه على مكنات الدفع الذاتي البي او اس اللي هي بتفتح لهم العجله ويستخدموها. ولما يروح محطه الوصول على ماكينه الدفع الذاتي في محطه الوصول بيمرر الكارت عليها، بيقفل له الرحله وبيحاسبه وبيدوا له ايصال باستهلاكه من الرحله قد ايه والفلوس والتوقيتات الدخول خروج والدخول. الهدف منه ان احنا بنشجع الناس على ركوب الدراجات في الاماكن المزدحمه لتخفيف ان هم يقدروا يركنوا العربياتهم في اقرب اماكن المترو مثلا وكده، وبعد كده ياخدوا العجله، لان هم المحطات بتاعتنا تقريبا في كل الاماكن الاستراتيجيه في وسط البلد قريبه من المواصلات العامه، قريبه من المترو، قريبه من الجامعات. مشروع كايرو بايك هو عبارة عن 500 عجلة موجودين في 45 محطة في نطاق وسط البلد كله، ومعانا الزمالك بيغطوا كمان محطات المترو، بيغطوا أمام بعض الكليات وبعض النوادي الموجودة بشكل عام. المشروع ده اتعمل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروع ده يعني هو هيبقى حاجة very wide وبتحافظ على البيئة وبتحافظ على ان البوليوشن يقل، وده من الحاجات اللي احنا عايزين نوصلها لمصر كلها. الرياضة عامة في اي حتة بتبقى جميلة وبتطلع الطاقة السلبية اللي جواك، ودي حاجة كويسة جدا ان احنا نمشي برضو كعملنا طريق بدل العربيات، احنا على جنب بنمشي وبتاع، والواحد عايز يروح مشوار، عايز يروح في حتة. طبعا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو كان داعم للفكرة دي، وان هو بيدعم الشباب وبيدعم عدم التلوث، اصلا الرياضة بتطلع الطاقة السلبية وبتطلع ان انت تكون مكبوت كده، فانت تطلع كل حاجة جواك في ان انت تركب العجلة، تنزل تتمشى بالعجلة وكل ده. لا المشروع جميل طبعا، واليوم جميل وكده، وكفاية بس العجل يعني وسيلة تواصل سريع او كده بعيد عن التكدس المروري، وحاجة سهلة يعني وصديقة للبيئة جميلة يعني. زي ما تابعنا مع حضرتك يا دكتور في هذا التقرير، انه شايفين يعني لا اقبال مش قليل وردود افعال كمان ايجابيه جدا. عايز اعرف من حضرتك يعني لو حد دلوقتي بيفكر مثلا انه طب انا عايز اقوم بالتجربه دي، زي ما حضرتك قلت ان هو بيبقى فيه ابلكيشن وبعد كده بيتم التسجيل عليه، وبيتم الدفع كمان من خلاله، ولا بيتم الدفع ازاي؟ ولو حد بيقول طب انا ما عنديش اي حساب بنكي، ما عنديش اي طريقه ممكن ادفع بيها عن طريق الابلكيشن ده، ايه اللي ممكن يعمل؟ احنا لما بدانا المشروع راعينا الجزئيه دي، لانه في بعض الفئات مش بيبقى معاها كروت الدفع الذكيه او الكروت الائتمانيه، وبالتالي وفرنا جزء عشان ما نقدرش نحرم قطاع من الناس، بعض الناس مش معاهم الكروت الدفع، فقررنا ان احنا يبقى في جزء من التشغيل عن طريق مشغل خدمة موجود عند كل محطة يقدر ان هو يساعد اي مواطن ان هو يستخدم الدراجة. بس هي الفكرة كلها ان احنا بناخد البيانات او الاستمارة، لازم يملى استمارة دي للتأمين بالنسبة له وبالنسبة للمشروع كمان. بنلاقي كمان انه على كل محطة، المحطة فيه كاميرات مراقبة وبتشتغل عن طريق الطاقة الشمسية، ودي توفيرا للكهرباء برضو. عظيم. كل دراجة بيبقى ليها قفل وليها كود معين، وكمان في النطاق بتاعنا، النطاق بتاع وسط البلد برضو، لو طلعت بره النطاق بتاع وسط البلد او النطاق بتاع التشغيل بتاعها بتدي انذار. فاحنا بنحاول نأمن بقدر الامكان هذا المشروع عشان يبقى مستدام ويستمر ويحقق الفايدة المرجوة منه، وكمان يعمم على نطاق جمهورية مصر العربية ككل. زي ما قلت لك المرحلة الأولى هي 250 دراجة في 26 محطة، المرحلة الثانية إن شاء الله في نطاق جاردن سيتي والزمالك، وكده هيبقى عندنا 45 محطة وتوصل عدد الدراجات فيها ل 500 دراجة. بعد ما الموضوع يكبر ويتم تعميمه أعتقد مش هيكون في حاجة بقى للنطاق الجغرافي. لما طبعا كل لما تكتر المحطات وتكتر النقاط بتاعه المحطات بتاعه كايرو بايك اكيد مش هيبقى في حدود للنطاق الجغرافي. طبعا احنا في هذه المرحله بنشجع المواطنين كلهم على استخدام مشروع كايرو بايك،
وكمان بنرحب جدا بالملاحظات. اكيد في كل مشروع بيبقى فيه ملاحظات، فطبعا الملاحظات دي بتبقى قيمه جدا لينا عشان نتدارك هذه الملاحظات في المراحل المتقدمه بتاعه المشروع. طيب يا فندم، ممكن برضو حد يتساءل انه هل احنا بالنسبه لنا الشوارع امنه لاستخدام هذه الدراجات على سبيل المثال؟ المفروض انه في هذه المرحله الاولى بالفعل في مسار خاص للدراجات. مظبوط. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المسار ده يعني هيتم تعميمه في باقي المراحل، وفي لو كمان لو يعني اتكلمنا عن باقي المدن في القاهره او حتى بره القاهره محافظات؟ بالفعل اثناء دراسه هذا المشروع كان في بعد الامان اللي لازم يتوفر لراكبي الدراجات، والحقيقه عشان المشروع ده فيه جهود كتيره جدا، وطبعا القياده السياسيه او قياده الدوله هي ليها توجه كبير جدا لنجاح هذا المشروع، فلقينا انه من متطلبات الامان هو انشاء مسارات خاصه بالدراجات مفصوله عن حرم الطريق، ودي بتوفر عامل امان اكتر لراكبي الدراجات بشكل عام ومستخدمي مشروع كايرو بايك بشكل خاص. فتم انشاء بالفعل مسارات للدراجات في بعض شوارع وسط البلد تمكن راكبي الدراجات ان هم يستخدموا الدراجات بصفه امنه، وبنوفر عامل الامان اكتر ما هو كان يمشي في الشارع بدون مسارات الدراجات. الحقيقه يعني بنحاول قدر الامكان انه يعمم في جميع الشوارع، ولكن طبعا مع التعاون مع الاداره العامه للمرور ووزاره الداخليه ومحافظه القاهره بيتم اختيار الاماكن واختيار الشوارع اللي احنا نقدر نخلق فيها وننشئ فيها المسارات بتاعه الدراجات. ومع زياده عدد الدراجات والتوسع فيها في المقابل بتقل الزحمه في الشوارع، فيكون التنسيق مع اداره المرور هيكون سهل في هذا التوقيت. حضرتك اتكلمت عن نقطه مهمه وهي مراعاه الملاحظات. لو تقدم لكم ملاحظات، هل لحد دلوقتي في اي ملاحظات جات لكم على هذا المشروع؟ ولو حد عايز يقدم ملاحظه مثلا من الشباب اللي بدا خلاص يعتمد على الدراجه كوسيله للنقل، ممكن يقدم الملاحظه دي فين؟ طبعا من خلال الموقع الرسمي kairobike.net. kairobike.net هو ده الموقع الرسمي لهذا المشروع، يقدر يقدم عليه الملاحظات. وكمان في صفحه على منصات التواصل الاجتماعي باسم كايرو بايك، يقدر يتواصل معنا. تمام. كمان في ارقام تليفون خاصه بخدمه العملاء، دي على مدار الساعه 24 ساعه شغاله معنا. الحقيقه كمان يعني اكتر ملاحظه جات لنا ان هو الناس عايزه تروح تستخدم الدراجه دلوقتي. فطبعا هو تم الافتتاح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتح المشروع امبارح، لكن بناخد بس فتره اول مره بس 48 ساعه لمراجعه البيانات. بعد كده بتصل رساله نصيه بتحدد لك مكان وزمان استلام الكارت. فهي دي اول مره بس بناخد 48 ساعه لمراجعه البيانات وبيتم اصدار الكارت، بعد كده نقدر نستخدم. فالناس اللي سجلت امبارح وقت الافتتاح هتستخدم الدراجات بتاعتها بعد 48 ساعه، اللي هي ساعة خلاص يبقى يوم السبت ان شاء الله هيبداوا يستخدموا الدراجات، وهنشوف الدراجات ماشيه في الشوارع ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا فندم، كمان من اهم عوامل انجاح هذا المشروع بشكل عام هو الوعي المجتمعي وتقبل الفكره عشان الناس تقدر تستخدم هذه الدراجات بشكل كبير. عايز اعرف من حضرتك يعني هل هناك خطه مدروسه لزياده الوعي المجتمعي كمان بفوائد استخدام الدراجات وتعميمها بشكل كبير؟ طبعا احنا لما بننشر هذه الثقافه هي مش بس ان نقول للناس تركب عجل، ولكن احنا بننشر هذه الثقافه لجميع مرتادي الطريق، جميع مستخدمي الطريق سواء النقل او الملاكي او حتى الموتوسيكلات، اي حد بيستخدم الطريق احنا بنحاول ننشر الثقافه دي، بنقول انه الدراجات ليها حق معين في الطريق وبتحترم الطريق، ونتمنى ان انتوا حضراتكم كمرتادي طريق تبادلونا نفس الاحترام. فكله هيبقى يعني عنده مستوى رضا من التعامل مع الطريق بشكل جيد، وكمان انه بنحافظ على بعض، يعني بنحافظ على بعض، انا بحمي راكب الدراجه وكمان بحمي مرتادي الطريق من ان هم يعملوا اي نوع من الحوادث لا قدر الله. فاحنا جانب التوعيه هو مهم جدا، وبنقول ان السلامه اولا،
ودي اشتراطات هنلاقيها كمان في الجايد اللي هو بيصدر مع الكارت. كل مستخدم هيستلم جايد لإرشادات إرشادات الأمن والسلامة للتعامل مع الطريق، العلامات الإرشادية والعلامات التوجيهية، ودي كانت حاجة ضرورية جدا عشان نرفع مستوى الوعي لجميع مستخدمي مشروع كايرو بايك. سن معين؟ الحقيقة هو السن المعين هو بعد 16 سنة. كل من يحمل بطاقة رقم قومي يقدر ان هو يستخدم مشروع كايرو بايك. طيب انا عندي ملاحظة بما انكم بتسمعوا الملاحظات. أيوة يعني حضرتك قلت انه طبعا مش كل الناس هتعرف تتعامل من خلال الابليكيشن او التطبيق، ففي حد موجود من هذا المشروع عند كل محطة عشان يساعد الناس في انه يملأ استمارة ورقية. ايه رأيك نستبدل هذه الاستمارة الورقية في انه يعلمه وينزله الابليكيشن عنده على الموبايل ويبتدي يساعده؟ وبينا بنتكلم على الفئات من اول 16 سنة، فاعتقد ان كل الناس دلوقتي بقت بتعمل حساب بنكي حتى بعد 16 سنة. مزبوط. بالنسبة لكبار السن اكيد مش هينزلوا ان هم ياخدوا الدرجات في هذه المنطقة في وسط البلد. مزبوط. فاعتقد ان كل الناس حتى لو كبار السن هيستخدموا هذه الدرجات، عندهم الكروت بتاعة المعاشات. مزبوط. الحقيقه هو الاستماره اللي هو بيملاها هو بيملا استماره الكترونيه بالفعل على موقع الرسمي، يعني مش ورقيه. مش ورقيه. طيب عظيم. هو بس لما قلت استماره في الاول فانا دخلت ان هي ورقيه، بيوقع بس على الاستماره لاستلام الكارت ده في المحطه، لكن الاستماره بيتم ملاها الكترونيا، عشان كده بيتراجع البيانات من خلال الموقع الرسمي في خلال 48 ساعه، بيبعت له رساله نصيه، كله اوتوميتد. لكن احنا فعلا فكرنا في الفئه اللي هو مثلا كبار السن، اللي هو ممكن ما يبقاش الموضوع بسيط عليه او سهل عليه، فنقدر يبقى فيه مشغل خدمه موجود على كل محطه من محطات هذا المشروع، يقدر ان هو يساعد ويقدم الدعم الفني والتكنولوجي لاي فئه من الفئات لمستخدمي المشروع. طيب انطلقت بالفعل يا فندم المرحله الاولى، عايز اعرف من حضرتك ملامح المرحله الثانيه وايضا الجدول الزمني ليها. الحقيقه المرحله الثانيه في مشروع كايرو بايك هي هتكون ان شاء الله في منطقه الزمالك وجاردن سيتي. المرحله الثانيه كده هيبقى عندنا 500 دراجه بدلا من 250 دراجه ان شاء الله في اخر العام الحالي. ان شاء الله هتكون انطلقت المرحله الثانيه وتم انشاء جميع المحطات، وعلى فكره لو ناس نزلت هتلاقي المحطات والنقاط بتاعه المحطات موجوده وتم اختيارها بالفعل، وجاري انشاء المحطات واستكمالها بنهايه العام الجاري ان شاء الله هيكون عندنا المرحله الثانيه ان شاء الله. طيب في نهايه اللقاء عايزين نتكلم مع حضرتك عن مبادره سكتك خضراء، حضرتك مؤسس هذه المبادره، فتقول لنا ملامح هذه المبادره، عملنا ايه خلال الفتره اللي فاتت؟ الحقيقه على مدار السنين اللي فاتت كلها من 2015 الدولة بتدعم نشر ثقافة الدراجات، وطبعا القيادة السياسية وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم فكرة نشر ثقافة الدراجات، وده بيترجم الحقيقة في تبني الدولة والحكومة ومحافظة القاهرة في ان هي بتدعم بعض المشاريع، اولها هو مشروع سكتك خضراء، وهو انشاء اماكن لركن الدراجات. احنا بنقول ان احنا عندنا ثقافة الدراجات، بدل ما أركب العجلة أو أن أنا أربط العجلة بتاعتي في شجرة أو عمود، لكن يبقى في مظهر حضاري وهو أماكن ركن دراجات في شوارع القاهرة. كمان أماكن رياضية أو أجهزة رياضية في الشارع بالمجان لجميع المستخدمين أو جميع المواطنين. فده هو كان مشروع سكتك خضراء وتثبيت أماكن ركن دراجات. تغيير ثقافة مش مستحيل، ولكن لازم يمشي تدريجيا. فكانت اول مرحله هي سكتك خضراء، وبعد كده في مشروع كايرو بايك، وان شاء الله هنلاقي مشاريع، وكايرو بايك هيبقى فيه توسع ان شاء الله بشكل ملحوظ ان شاء الله، وانواع الدرجات كمان هتختلف، بس خلينا بقى في لقاء تاني ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس محمد سامي مؤسس مبادره سكتك خضراء، نورتنا في صباح الخير يا مصر. صباح الورد عليكم.